بميوزك اليوم معنا ميشيل لبكي. ميشيل رح عرفنا أكثر على البيس يلي هو برع فيه ووصل حتى للعالمية فيه. رح نلقي الضوء على هالموضوع اليوم. أهلا وسهلا فيك ميشيل. مزور. ميشيل لبكي أصلا Head of Modern Department بإداجيبي يعني بأستي غسان يمين، معهد غسان يمين، وتحية له اليوم مش موجود معنا، بس كمان كاستنج مانجر وتيم ليدر بالويتيم ار. رح تعرفنا اكثر بعد شوي على الويتيم ار كمان. وعندك ستوديو ريكوردينج، يعني الموسيقى لك شغله مهمه، ولايف ستايل وحياتك كلها متمحوره عليك. تعال بقرا شوي كمان، يعني كثير كنت مصر انه يكون فعلا يكون في لك حتى اله موسيقيه خاصه تعبر عن كل شيء انت بدك تقدمه، مش هيك بس لمجرد انه تكون عم تعمل شيء جديد، انما لانه ما انك مرتوي من كل الالات الموسيقيه الموجوده. ليك هي عالم كثير كبير، يعني ما بعرف حيالله انسترومنت بتحطيني بدو، يعني جيتار، درامز، بيس، بس البيس كانت اكثر شيء شغله حسيتها وهيك وارتحت فيها وخلص هيك لقطتني اكثر، تقربت يعني نقلت شوي بالاول وهلا نقلت، بلشت جيتار وباتريه وحتى دربكي انا وصغير كثير، مام جبت لي دربكي وهيك، بس البيس اكثر شيء حسيته سو بقيت عليه 100%. بس بعده الدرامز يعني هلا بالاستوديو عندي بدق جيتار درامز، يعني حتى بالاغاني اللي انا بعملها بالالبوم تبع ايام انا بدق الجيتار تبعهم وهيك. ميشيل على كل حال احنا بهيك بنغني دائما بننطر حضورك وهيك، مع انه هيك عندك مداخلات صغيره بس تبقى حلوه ومهضومه ومحلها، ودائما الفنانين او الشباب والصبايا اللي بيكونوا معك بيكونوا مرتاحين لانه هيك يكونوا فعلا مدعومين خلال الحلقه، مدعومين وانرجي بوزيتيف والعانق بتضل دائما. اكيد رح نرجع نشوفكم هلا قريبا، بس خبرنا عن البيس اصلا، يعني في ناس بيعرفوا شو يعني، في ناس ما بيعرفوا الفرق بينهم. هو دائما في هيك ناس بتضيع بين جيتار الكتريك والبيس جيتار، لأن مش لانه يمكن هن ما بيعرفوا، بس الشكل كتير قريب سو وزيت الكونسبت بينحمل زيت شيء وبين سو اللي منه كتير انتو ميوزك بحس انه في فرق بيناتهم. والبيس هو انسترومنت قديما كان كونترباس، كان هذا اللي بيوقفوا حده هيك كتير كبير بفرق جاز، حتى كان بالقرن ال17 بلش، يعني باول حوالي 1920 1930 في شخص اسمه لور لويد، هو بلش يجرب ينقل هالشكل الكبير ليصغره لاسباب شوي بتضحك، انه كان لما بدهم يسافروا الفرقه كان البيسست يسافر لحاله لانه معه كتير كبير الانسترومنت ما بيقدر ينقله، او مثلا اخترعوا الميكرويات بالالكتريك بيس، لان لما كان يدق عليها كان اذا في باند كبيره مثل الجاز باند كانت تكله صوته ما ينسمع، وصاروا يطوروها ويطوروها لصارت هلا لصارت بهيدا بهيدا الشكل اليوم. فرجينا اياها هيك تناخذ وقفه صغيره ونرجع نحكي عنها بالتفصيل وعن وصولك من خلالها للعالميه بعد العناوين. اوكي. ميوزيكال اليوم مع ميشيل لبكي اللي رح يخبرنا أكثر عن البيس جيتار. كنا عم نقول إنه بعد ما كانت بدها طيارة صارت آلة يمكن أصغر الآلات الوترية 100%. وفي ناس بتفكر إنه في شركة فندر اسمها فندر اللي هي بلشت البيس جيتار، هو لا قبل في ناس شخص اسمه توت مارك هو اللي وصلها لهيدا الشكل وبيعها تحت اسم سيرنايدر، صارت صغيرة، صار خشب، ميكرويات، الفوليوم تبعها والايكولايزرز لصارت تشبه الجيتار كتير. هلا اللي بيختلف فيها هو الصوت اكثر، بس هي لما صارت الكتريك ما تغير يعني الصوت حتى تغير، صار بينوصل على امبلي، يعني صارت الفريكانس اللي بقلب الخشب تنقليها صارت انالوج، صارت تنسمع الكتريك، صارت فيك تتحكم بالفوليوم اكثر، فيك تتحكم بكواليتي ساوند تبعها اكثر، وصارت بتشبه الجيتار، وهذا هو الخلاف اللي اكثر شيء الناس بتضيع فيه. لانه اللي منه ميوزيشن عاده ما بيقدر كتير يسمع الساوند، بيسمع هو كل الصوت ان جنرال، ما بيقدر يجزئ بدينته مزبوط شو عم يسمع 100%. هي صوتها اعرض واضخم، وهلا اصلا بنشوف يعني لما نمرق كليبس وهيك بتلاحظي صوتها كيف اكثر. طيب بمؤلفتك الموسيقيه البيس يعني ستار؟ البيس له كتير دور مهم، لانه الطريقه اللي بدق فيها البيس والتكنيك اللي بحطه كيف بحطه بالغنيه بتعطي ايدنتيتي تبعي، بس لا اكيد معي ميوزيشنز ومعي كتير ناس، يعني نحن اصلا بويتيامار كعائله كمان كلنا مع بعض وصرنا اكثر من 10 سنين سوا، سو كتير
في هالتآلف بيقولوا يمكن الألفة صرنا نفهم بعض كثير، سو كل تأليفات تقريبا نشتغلها مع بعض. يعني في كثير ناس معي بالألبوم كانوا موجودين وحاضرين بالموسيقى حتى وعطيوا أفكار وهيك، والتيم ورك هو حلو يعني، هيدا القوة بعتبرها. تنشوف كليب هيك من أحد مؤلفاتك الموسيقية ونرجع عندك. آلات معينة بتفضلها على غيرها بحسك؟ يعني عندك هيك ايه آلات بسمنة وآلات بزيت يعني هون بالكليب معي ميوزيشنز عن جد كتير قوية، جهاد أسعد على القانون، رمزي أبو كامل على البقلمة انسترومنت بقلمة، والناي رائد، جروب كتير كبير وحلو يعني بتشكرهم أكيد على الدعم وكل شيء. اليوم في الجيتار يلي عم نشوفها أصلا كمان معك هي جيتار باسمك مزبوط سينيه. ايه سينيه سيجنتشر جيتار. كيف وصلنا لهون؟ هلا هن شافوا الطريقه اللي بلعب فيها بامريكا، ويا ريتهم عندنا شركات. على فكره ما بحب اقول دائما بامريكا، انه مثل كان عندنا هون نفتقر لهالشيء، وهو التالنتس كلها عم تطلع من هون بالسيارات وبالكمبيوتر شافوا كيف بدق وحبوا كثير الطريقه واخترعت تكنيك على البيس يعني مثل صار كثير كونتاكت قوي انا وياهم، انه شو رايك نعمل لك بيس جيتار باسمك وهنا كان شيء كتير حلو لقلي يعني مثل استحقاق بستاهله بعد سنين واحد بيتعب فيه. والبروسيدور الحلو انه كيف هيك بينأخذ قياس الايد مثلا تتنعمل على قد ايده للشخص، واي ميكرويات بيحبه واي صوت بيحب واي نوع خشب، وتصير انت هيك بتصير مبسوطة بالفكرة انه بدي اياها ملبسة ذهب مثلا وبدي اياها كيف وبيعمل لك اللي بدك. ايه اللي بدك اياه. بعدين الاسم هون اسمي مكتوب باللولو مثلا ماذر اوف بيرل، وهول الصور كيف انعملت البيس وصاروا يبعثوا لي اياه هون ستيب باي ستيب، يعني هو عم بيقص الخشبة، هو عم بيركب الميكرويات. انت ما رحت لهوني؟ ما رحت على كله من هون؟ كله اونلاين. اوكي هون هو فيني فودر هذا اهم شخص بيركب بيس، يعني هي هاي البيس هاي الشركه مثل رولز رويس بالسيارات هالكاتيجوري هاند ميد بتنعمل بتنقص على الايد تتلزق كيف عم بيرشوها كيف عم يعملوها حلو يعني صرت ناطره انه كيف طبعا شو بدي احس لما القطع. طيب هلا حاليا كونه باسمك شو بالعالم هلا صار منباع ثلاثه بتنباع وين بتنباع؟ ما بيعملوا منها كثير لانه غالي 11000 دولار 11500 سو على الطلب على طلب اونلاين يعني بتقرا انت سبيكس تبعها لما تفوت على الويب سايت عند فودرا، هي اسمها فودرا الشركه
بتقري على الويب سايت بتشوفي فيها بتحسي انه سبيكس تبعها بيناسبه للشخص قريب على الشيء اللي بحبه بيطلبوا بيعملوا له اياها بدها 8 اشهر. شو مميز عن غيرها هالبيس ليكون هالقد سعرها؟ كل شيء، الخشب سلكتد وود يعني بقص الخشبه على الايد، الكواليتي الغالي مثل الجلد الحقه 10 دولار وجلد صحيح. الحقه صحيح، هالشيء بياثر على نوعيه الصوت كثير كثير، الميكرويات الفينيساج انه هاند ميد مش بالنهار عم يعملوا 500 وحده. طيب لا تطلب كل هالسبيكتس، انت كنت عندك هالقد خبره بتصنيع البيس بتاعك؟ كنت اعرف شو بدي يعني، لانه قد ما مجرب بيسات بحياتي اخر شيء صرت مثل اعمل بالانس بين اللي بحبه، مثلا اشتريت بيس عجبني فيها شغله، هاي عجبني شغله، جمعتهم كلهم بوحده. يعني استحقيت مش كبس لاعب جيتار او عازف بيس، استحقيت كمان كمصنع ل بفهم شو عم بلعب يعني، بفهم شو في بين ايدي. بتصور يمكن كنت اهين شخص عملوا له بيس جيتار بهالشيء لانه عارف شو بدك. لانه عارف شو بدك. رح نشوف كليب تاني وبعدين نحكي عن تكنيك جديده كمان، مش بس جيتار باسمك، تكنيك جديده كمان باسمك. فينا نشوف كليب؟ هون عم شوف كمان تكنيك معينة، خبرنا هون اسمها تابينج. هي اصلا البيس اذا بدك بدق باليد اليمين، هلا بنعمل حلقه بعدين بنعمل ديمونستريشن لايف، بتلعب بالايدتين على الماوس بتطلع مثل بيانو يعني، هي تقريبا كساوند بايدهم بتعمل الميلودي على على البارتي التحتانيه اللي هي صوتها رفيع مثل ما كنا عم نشوف هلا. ايه 100% اسمها تابينج تكنيك، ومنها انا اتطورت لقدر اخلق اسم جديد، تكنيك جديده يلي هو اسمها ستابينج. ستابينج ليش؟ على البيس في سلابينج وفي تابينج وفي شيء اسمه درامينج اون بيس، يعني بتحس مثل واحد عم يلعب يخبط على البيس. اوكي كلهم سوا بينحطوا بتكنيك وحده، بس ما كان موجود اسم. أوكي. يعني اذا كنت عم دق هيك بتيجي شو عم بدق بقعد اقول لك سلابينج وتابينج ودرامينج اون بيس، سو خلص صارت ستابينج. سو انت اخترعت الاسم ومش التكنيك؟ اخترعت الاسم والطريقه اللي بينلعبوا فيها مع بعضهم، كيف تقدر تفوتيهم كلهم مع بعض. عاده الكومبينيشن هي لاثنين، انت عملت الكومبينيشن ل ثلاثه سوا مع بعض. بيعملوا جروف كثير حلو، ودجا بالالبوم الثاني اللي عم بعمله رح يكون موجود. وحطوني على البيس ماجازين، نزلت على الكوفر تبع بيس ماجازين بكل العالم. بلا شفنا كليب ومعزوفه كثير حلوه، بس انا اخذتني قصه الكليب اكثر من المعزوفه حتى. هيدي القصه قصتك بالمدرسه، قصتك مع البيس، مع البيس. هل قد من عمر صغير مغروم بهالآلة يلي هي ما ايفيدنت يعني انه للولاد او لا يعني عمر صغير بيكون في بعد قبل كثير من الآلات يلي بتكون بيانو مثلا او ما بعرف. كان عمري شي ساز يمكن هيك، خلص كنت بلشت تكمش فيه، كنت اهرب من المدرسه. كيف تعرفت عليها؟ ما بعرف، لا مام كانت كثير تدعمني بالميوزيك، كانت ضل تحس اني موهوب من انا وصغير، هي تدق بيانو كنت ضل واقف حدها هيك مسطل فيها.
كان عندنا مطعم كان اطلع ضل قاعد حد الباند عم اتفرج، حسيت انه في شيء جيب لي بهالالات يعني شيء دربكه شيء جيتار، تحس انه بجلش مش عم بوقفها. اخر شيء سمعت البيس حسيته هيك ضخم وعريض وكبير وانبسطت فيه كثير، قلت لي نجاح بجيب لك البيس. لك مالها كومبيتيشن شو نجاح شو لك انا بدي كثير ادرس. قمت نجحت وجبت لي البيس وتعلقت فيها كثير، صرت اهرب المدرسه لقيت مره انا اخر شيء المدير قال لي خلص جيبها معك لما ينزلوا على الكور عد بيس انت بالصف. هو فكره الكليب يعني اللي عملته. وهلا من بعد اللي صار بحس انه كمان عنا بغسان يمين ايكول ديزاغ عم بيتغير كونسيبت البيس. يعني بعرف ان جنراسيون موجوده بلبنان كمان انه لو انه قدرت اوصل لمحل بس بخلق موتيفيشن للجنراسيون اللي جاي الفيوتشر جنريشن بصيروا يامنوا انه لانه في هالشيء انت بارانتيز بلبنان انه الميوزيك ما بتوصل لمحل كثير اللي انا كثير ضد هالشيء وقدرت اعيشه. مش عم بحكي لحتى احكي شيء مش موجود انه صرت انترناشونال وعنا بالمدرسه عم يكتروا الباسيستيه وحتى بويتيام ار يعني عم تحكي حوالي 70 اكسكلوزيف ميوزيشن عايشين بس من الميوزيك عم يتجوزوا ويفتحوا بواب بيوت عم نعمل اكثر عم تنفتح لهم ايه عم نعمل اكثر من 300 ايفنت بالسنه سو لا الميوزيك بتطلع مصاري اذا الواحد بيأمن بالشغله وبيحبها وإذا بيشتغلها عن بيشتغلها بروفيشنال يعني بالديتاي تبعها بالديتاي تبعها. خلينا نشوف كمان كفر لألبوم هو هون الكفر بيس ماجازين اللي نزلت فيها بكل العالم. اوكي خلينا نشوفها ستابينج انوفيتور وهيك تنشوف كيف يعني وصولك للعالميه كمان رح يفتح بواب كثير. هلا لما كنت بامريكا بيجوا في كثير اجاني اوفرز ما بدي بعد احكي فيها لانه بعد ما اخذت قرار فيها لانه عندي كثير مسؤوليات بلبنان بعدني فيها مرتبط بس رح اخذها لانه حلوه عيشه انه صاير له واحد هيك تشانس اكسبيرينس كثير بالالبوم. هلا الثاني في كثير سينجرز كانوا مع يعني باكينج فوكلز مع مايكل جاكسون بده يحط صوته معي وناس اكثر وناس جاز وناس اساتذه ببيركلي يعني في كثير امريكان رح يكونوا بالالبوم الثاني. بالاصل انت يعني بتعمل مؤلفات موسيقيه للاغاني على الليركس او بتعمل اصلا مؤلفات موسيقيه؟ اول البوم ما كان كثير فيه سينجينج، كان فيه شخص دي عوده معنا سينجر هي بويتيام ار من السينجرز بعقده يعني وحطت صوتها بغنيه معي بالالبوم. هلا بتاني البوم اكثر حيكون في خمسه سته مع سينجرز. بتأيدك الغنيه ولا نفس الشيء؟ لا كلنا يعني سوا بتأيدني من اي ناحيه يعني بتصير عندك ما بعرف لا الميوزيك مركبينها نحن بس انه كان بدي شخص يغني وهي صوتها كثير حلو. يعني عندك حريه اكثر بالتاليف إيه اذا ما مشكل. كان في ليركس او نفس الشيء ما في مشكلة إيه نفس الشيء الفرق بس بالارانجمان بتصير تغير قصص مشان ينوجد السينجر اكثر بمحله. اهلا وسهلا فيك ميشيل لبكي، بنقول لك اكيد مبروك ونحن فخورين فيك بوصولك للعالميه وبعرف انه من اهم يعني المسجز اللي بدك توصلهم اليوم انه الموسيقى شغله كثير مهمه وكثير حلوه وانه البيس جيتار كمان شغله كثير حلوه. يمكن لهلا ما كان في كثير عدد كبير من الباسيست بلبنان انما هلا عم بيزيدوا ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك ثانكس ميرسي بوكو مشاهدينا واقفين هلا ومنتبه على لايف.